بافتتاح مؤتمر التعاون العربي لمكافحة غسل الأموال، أكد وزير الداخلية نهار المشنوق أنه مكافحة الإرهاب يتطلب التنسيق بين كل المسارات من مكافحة تبييض الأموال وصولاً لملف النازحين يلي بيشكلوا ضغط كبير على الاقتصاد. والأهم أنه يتيح مجالات واسعة لإثارة الفتن والجرائم الأمنية وتوسيع دائرة الإرهاب. إذا لم توضع ضوابط صارمة لهذا الأمر بدأناها منذ أسبوعين بما يتعلق بصفة النازح بإسقاط صفة النازح عمن يذهب إلى سوريا. أطلق بنك الموارد برعاية مصرف لبنان برنامج يو ثينك لدعم الشركات الناشئة، وهذا أول استثمار لمصرف لبناني بشركات ناشئة وفقا للتعميم رقم 331 من مصرف لبنان. باليوم الأول من المونديال الإضرابات والتظاهرات مستمرة. قبل ساعات من انطلاق فعاليات كأس العالم، أطلق عمال 3 مطارات بمدينة ريو جانيرو إضراب لمدة 24 ساعة ابتداءً من منتصف ليل الأربعاء بهدف زيادة الرواتب وتحسين شروط العمل. الرحلات اللي من المتوقع أنه تنقل السياح من ريو لساو باولو لمشاهدة المباراة الافتتاحية عم تشهد اضطراب بالمواعيد وممكن ما يغادر بعض الأرض، وهيدا بالرغم من أنه عدد المقضربين ما تعدى 20% من العمال بعد ما هددت المحكمة نقابة العاملين بغرامة 20,000 يورو إذا تم تجاوز هالعدد. وتزامنا وبساو باولو امام ملعب كورينثيونز اللي رح تقام فيه مباراه الافتتاح، اشتباكات قويه بين الشرطه واكثر من 200 متظاهر عم يحتجوا على 11 مليار دولار يلي تم صرفهم على الحدث بوقت اوضاعهم المعيشيه بحاله سيئه.